السلام عليكم خوتي، اليوم راح نقدم لكم طريقة تركيب الفلوتر الجديد دوزونا اللي تركب داخل وخارج تيتيرنا واللي هي الحاجة جديدة في البرودوي. تابعوا معنا. أول حاجة نلاحظوا وجود السهم من فوق فوق الفلوتر اللي يتبع اتجاه الماء. من لارونتري عندنا فلتر صغير، اون بليس زدنا الراكور فيكساسيون بعد امليوراسيون دو برودوي، ومن الجهه الاخرى عندنا لاسورتي، ومن التحت عندنا فتحه بالفلتاج اللي منها يدخل الماء للفلوتر. في هذه الوضعيه الفلوتر يكون داخل الخزان وهي الحاله العاديه، وعند الثبيت ما نساوش وضعية السهم تكون في الاتجاه الصحيح. أما الطريقة الجديدة الفلوتر يتركب خارج الخزان واللي هو حل للخزانات المغلقة والضيقة، وفي هذه الحالة نركورديو الفتحة اللي تحت الفلوتر بلاصوتي تاع سيتيرنا، وكما عندنا هنايا زدنا انتي مع التيب. هنا كما رانا نشوفو المستوى تاع الماء راه يطلع اون باراليل مع النيفو داخل سيتيرنا. وكي يوصل الماء للفلوتر يتوقف تلقائيا.